الأخوة والأخوات الحضور، نرحب بكم مرة أخرى في الجزء الثاني من هذا الملتقى، والذي سوف نستعرض فيه المحاور الرئيسية لملتقى المجالس الأهلية البحرينية. المحور الأول: دور المجالس في دعم التماسك اللحمة الوطنية. ثانيا: دور المجالس في التوعية السياسية والتنمية الاجتماعية. ثالثا: دور المجالس في تعزيز الحوار بين مكونات الشعب البحريني. رابعا: دور المجالس في تعزيز الثوابت الوطنية. وخامسا: دور المجالس النسائية في التنمية الوطنية. المحور الأول: دور المجالس في دعم تماسك اللحمة الوطنية. يتحدث فيه الدكتور محمد الحوسني، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية وقبل أن أبدأ، يطيب لي أن أهنئ جمعية التجمع الوطني الدستوري جود لإقامة هذا الملتقى للمجالس الأهلية الأول، والذي بدوره شاركنا ليس لندعم هذا الملتقى فقط، ولكن شاركنا لنبين أهمية هذا الملتقى وأهمية دور المجالس الأهلية. فالجمعيات السياسية والمجالس الأهلية ما هي إلا يعني ثمار العهد الإصلاحي حقيقة. يعني لما تجتمع دور الجمعيات والمجالس في اجتماع مثل هذا الملتقى لنتحدث عن دور المجالس الأهلية في محاور عدة، فهذا شيء إيجابي يحسب لجمعية التجمع الوطني جود، وتشكر على هذا التجمع. المجالس بشكل عام سن عاداتها الأجداد وهي منذ القدم. قد تكون المجالس منذ القدم تقتصر على أهالي المنطقة الواحدة وتكون أو قبيلة الواحدة، أما المجالس اليوم وفي العهد الإصلاحي أصبح لها شأن آخر وشكل آخر. أصبحت المجالس متنوعة في الحضور، فتجد من حضور هذه المجالس أو رواد هذه المجالس من مختلف مدن وقرى البحرين. حقيقة أنا كنت كاتب كلمة لأعدها، ولكن بما أن المحور يتكلم عن اللحمة الوطنية فلا أعتقد بأنني أحتاج أن أقرأ ما كتبت. فاللحمة الوطنية بالنسبة للبحرين ليست بجديد، وليس هناك يعني مجال احنا نتحدث عن اللحمة الوطنية، لأن اللحمة الوطنية موجودة منذ الأزل. فحتى واحنا صغار نسمع لما نتكلم حتى عن الأغاني الشعبية وغيرها كلها تتكلم عن اللحمة الوطنية، ويمكن دائما يدور في ذاكرتي أغنية لأحمد الجميري يقول هني في البحرين الناس كل الناس، فيتكلم عن جميع
كلهم وفاء واخلاص، فاتكلم عن الجميع فيهم هذا الطيبه وهذا اللي وهو فعلا. يعني احنا بنتكلم عن اللحمه الوطنيه البحرين منذ تاسيسها، يعني مو احنا ولا اجداد ولا اجداد اجداد، فاللحمه الوطنيه موجوده. ولكن اليوم نتكلم عن دعم، نتكلم عن دعم هذه اللحمه. واعتقد ان وجودنا اليوم من جميع مختلف مناطق البحرين، سواء كان مجالس او جمعيات، مدن، قرى، مذاهب متنوعه، كلها اجتماعنا ما هو الا تجسيد لروح المواطنه، تجسيد للحمه الوطنيه. وجودنا اليوم في هذا التجمع، في هذا الملتقى، هو ايضا تاكيد لولائنا لقيادتنا الرشيده حفظها الله، التي اعطتنا هذا الدور البارز في الملتقى من خلال الجمعيات السياسية والمجالس الأهلية. ما هو دور المجالس في اللحمة الوطنية؟ دور المجالس في اللحمة الوطنية اليوم، لما بتروح أي مجلس للأمانة، بعد ما بتتكلم شو أي مجلس، خذ من المحرق إلى الزلاق، بتدخل المجلس راح تشوف شنو؟ راح تشوف ما شاء الله، أول شيء بتشوف في عدد من الرواد، وهؤلاء الرواد لا يقتصرون على أهل منطقة ولا أهل عائلة ولا قبيلة معينة، ولكن جاءوا من مختلف المناطق، يتناقشون في أحوال المجتمع البحريني، يتناقشون في أحوال المجتمع الخليجي، يتناقشون في أحوال المجتمع الإقليمي أو المجتمع الدولي. أي إن كانت قضية سياسية أو كانت قضية محلية تمس المجتمع، فيتم التناقش والتدارس فيها. المجالس اليوم ليست مقتصرة على مجالس الأول. مجالس الأول رحم الله الأجداد الذي أسسوا هذه المجالس كانت تقتصر، قد تكون تقتصر على الجوانب الدينية، على الجوانب الاجتماعية، وهناك بعض الجوانب التي تكون يعني لها في الطابع السياسي ولكنها في حدود معينة. أما اليوم فالمجالس مفتوحة، لنا أن نتحدث بما نريد، لنا أن نطرح ما نريد، لنا أن نتساءل. فدور المجالس باليوم يختلف عن دور المجالس بالأمس. فنحن نتكلم عن اللحمة وتجسيد روح المواطنة بين فئات المجتمع البحريني. فإذا نتكلم عن هذه النقطة، فنحن فعلا قد جسدنا هذا المحور من خلال اجتماعنا ولقائنا اليوم. فكل الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا الملتقى، كل الشكر والتقدير لكل من جاءت فكرة إقامة هذا الملتقى. فهذا الملتقى حقيقة هو يعني الواحد لو بيتكلم عن اللحمة الوطنية، ملتقانا اليوم لحالة وحدة وطنية، لحمة وطنية، لو انتقان التجسيد إلى هذه الروح المواطنة. إذا بنتكلم عن دور المجالس، فهناك دور المجالس اليوم أصبح له دور كبير في اللحمة الوطنية. اليوم صرنا إذا ندخل المجلس وما نشوف فلان، أو نسأل سمعنا أن في فلان قد يعني أصيب بحادث أو أي شيء أو أي، فتلقى دور المجالس كلها مجتمعة على أن هي مو بس أن هي تزور، على أن هي تكون بما بين بعضها البعض من المجالس الأخرى لها شأن في أن تقيم أو تعيد هذه الثقة لهذا الشخص. فمجالسنا اليوم تتمثل فيه حضور المناسبات، نحن نحضر جميع المناسبات. لا أعتقد في حد من هذا المجلس لم يشارك في واجب عزاء أو واجب فرح في أي مدينة أو قرية من قرى البحرين. فإذا نتكلم عن قرى البحرين ومدنها، نتكلم من الحد أو شمال سواهيج إلى الزلاق. يعني في مسيرة حياتنا اليومية، وراح نشوف أن احنا دخلنا كل هذه القرى وكل هذه المدن لنؤدي أحد المواجب، وهذه المواجب ما هي إلا تأكيد للحمة الوطنية التي نتحدث عنها اليوم. المساهمة في الحياة العامة، دور المجالس اليوم صار لها دور بارز وأساسي في المشاركة في أي ملتقى، في أي اجتماع أو أي منتدى، له دور في تجسيد هذه روح المواطنة. إصلاح ذات البين، كثير من الخلافات التي تحدث بين الأخوة أي كان مذهبهم، أي كان مذاهبهم، طائفتهم، أي كان، فأصبح للمجالس الدور البارز في إصلاح ذات البين، تحسس احتياجات
يعني نقول أفراد المجتمع في المنطقة أو أقارب رواد هذه المجالس، كلها تدخل في دور اللحمة الوطنية. فيعني لا أحب أن أطيل عليكم، فالوقت اللي متسع لي كان 4 دقائق، ولكن في 4 دقائق حاولت أن يعني أبين نقطة واحدة بأننا نحن نعيش هذه اللحمة الوطنية لا غير. أختتم كلمتي حتى لا أتجاوز الدقائق 4 بأن نشكر الله الذي أنعم على البحرين برجال فتحوا مجالسهم وفتحوا قلوبهم لاستقبال روادهم في جو يسوده المحبة والألفة بين جميع أطياف المجتمع البحريني، مما يعزز اللحمة الوطنية ويدعم تماسكها. فكل الشكر والتقدير لكل المجالس الأهلية، كل الشكر والتقدير لجمعية التجمع الوطني الدستوري جود، والتقدير للأستاذ عبد الرحمن الباكر وجميع أعضاء اللجنة التي سهرت وتعبت وأقامت هذا المنتدى المبارك إن شاء الله. كل الشكر والتقدير للمجالس الأهلية بدون استثناء، والشكر خاص لأصحاب هذه المجالس. الشكر والتقدير لكم أيها الحضور. اسمحوا لي على الإطالة، يمكن أخذت أنا طالع لي الوقت وتقول لي زادت دقيقة، اسمحوا لي على الإطالة وشكرا لكم. شكرا للأخ الدكتور محمد الحوسني على هذه الكلمة الطيبة. ننتقل الآن إلى المحور الثاني ودور المجالس الأهلية في التوعية السياسية، ويلقي الضوء على هذا المحور الأستاذ هشام ربيعة، فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل محمد وصحبه ومن تبعه ليوم الدين. عن مجلس هشام ربيعة أتقدم إلى الأب خليفة الظهراني راعي الملتقى، السادة الأفاضل، النواب الحضور لهذا الملتقى، السيد الفاضل عبد الرحمن الباكر رئيس جمعية التجمع الوطني الدستوري جود، الأخوة والأخوات أعضاء مجلس إدارة الجمعية، إخواني أصحاب ورواد المجالس الأهلية والضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني اليوم أن أخاطبكم عبر هذا الملتقى الأول للمجالس الأهلية لمناقشة الدور الرائد الذي تقوم به المجالس الأهلية في الارتقاء بالتوعية السياسية والتنمية الاجتماعية التي يمر بها المواطن. فقد درجت العديد من مجالسنا على استضافة محاضرات وندوات تساهم بشكل مباشر في التوعية السياسية والاجتماعية، ويتضح ذلك من خلال التجاوب الإيجابي والاهتمام الكبير لرواد المجالس مع هذه الندوات والبرامج التي تنظم فيها. وأن المشاركة في هذه الأنشطة واجب وطني تفرضه علينا وطنيتنا وحبنا للبحرين. ولا شك أنكم تعلمون أن هذا الواقع يضعنا في تحدي كبير كأصحاب مجالس في أن تكون على قدر المسؤولية لنحقق شعار هذا الملتقى مجالسنا مدارسنا، ونستطيع من خلال تبادل تجارب المجالس مع بعضها البعض من خلال الزيارات وتبادل الخبرات بمن هم أكبر منا وأقدم منا بالمجالس في تنظيم الأنشطة التوعوية والتنسيق بيننا كمجالس والتعاون في تجويد طريقة إعدادنا لهذه البرامج. وأتمنى أن نوفق في هذا اليوم المبارك في أن يخرج هذا الملتقى من خلال نقاشكم
ومقترحاتكم التي تطرحونها بعض رؤى واضحة وطموح لتطوير ميراثنا البحريني الجميل الذي ورثناه أبا عن جد في مجالسنا ومجالس آبائنا وأجدادنا. هذه خدمة لأهلنا وأجيالنا على أن نربيهم على ما نشأنا عليه من خلال هذه المجالس والمحافظة على قيمنا وتنمية مجتمعنا بما يعزز هويتنا البحرينية العريقة. كما حبيت أن أشكر وتقدم جزء الشكر للأستاذ عبد الرحمن الباكر الأمين العام للجمعية ولمؤسسة سبوت بوينت لإتاحة الفرصة لنا، وأشكر الحضور وأشكر الأخوة والأخوات والنواب ومن حضر مني من الجمعيات المرافقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ هشام ربيعة. الشق الثاني من المحور الثاني يتحدث عن التنمية الاجتماعية، وسيلقي الضوء على هذه على هذا الجانب الأستاذ عبد المحسن حبيب المغداد، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وعلى أصحابه أجمعين. معالي الشيخ خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق، راعي الحفل السيد الفاضل الأستاذ عبد الرحمن الباكر، الأمين العام للتجمع الوطني أصحاب السعادة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي وباسم رواد مجلس أخوكم عبد المحسن حبيب المقداد أتقدم لراعي الحفل بجزيل الشكر والتقدير وللحضور لتبنيه معالي لهذا المشروع دليلا لدعم للشراكة المجتمعية التي أطلقها معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة حفظه الله. الشراكة المجتمعية بصفة عامة هي المبادرات والإسهامات للأفراد والجماعة سواء فكريا أو ثقافيا أو تربويا أو تطوعيا أو معنويا، كما يمكن تحديدها أيضا بأنها مسؤولية اجتماعية لتعبئة الموارد البشرية ووسيلة للفهم والتفاهم المتبادل لجهود وموارد كل أطراف المجتمع والتنسيق بينهما من أجل تحقيق الصالح العام في المجالات المختلفة في المجتمع، بينما يقصد بالمشاركة الاجتماعية في شتى المجالات التعليمية والصحية والأمنية والثقافية والأسرية، وهي الجهود التي تبذلها شرائح كبيرة من الشعب. وسألخص الشراكة المجتمعية في ثلاثة محاور، وهو التربية والتعليم والأسرة والأمن المجتمعي. ودعونا نتكلم عن المحور الأول. يعلم الكل يعلم بهذا الاسم، وزارة التربية والتعليم، مشاركة المدرسة في خدمة المجتمع المحلي، وذلك من خلال غرس المفهوم التعاون والعاضد بين صفوف الطلاب من أجل نهضة مجتمعية، واستخدام مباني المدرسة والوسيلة والوسائل التعليمية المتاحة في تقديم خدمات وأنشطة اجتماعية، وذلك من خلال مساهمة الوزارة بالمشاركة المجتمعية مع منظمات المجتمع المدني سواء في فترة الإجازات أو بعد انتهاء فترة الإجازة، واستغلال مراكز المدارس مثل الكمبيوترات والمسرح والملعب والفصول والصالة، مشاركة المدرسة في تنفيذ برامج ومشروعات اجتماعية، التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمدارس، وذلك من خلال إشراك النخب والكوادر المثقفة بإلقاء المحاضرات التثقيفية لطلبة المدارس. خامسا، وأنا أقترح بتشكيل لجان مع وزارات الدولة ومنظمات المجتمع المدني
والجمعيات ذات الاختصاص لتنفيذ برامجها التربوية مع وزارات الدولة، واستخدام موارد وأمكانيات منظمات المجتمع المدني لخدمة الشراكة المجتمعية، علما بأن البحرين اليوم بحاجة إلى تثقيف الأطفال والشباب لمشاركتهم في تعزيز ولائهم بالقيادة والالتفاف حول القيادة قبل، لكي يكون بناء مستقبل البحرين زاهر ومفيد للجميع. الأسرة لها دور فعال في بناء مجتمع صالح يخدم الوطن والمواطن، ولابد من وجود متابعة مشتركة وحوافز وورش عمل ومنتديات لرفع قدرة رب الأسرة على كيفية التعايش مع هذا الجيل، من خلال تأسيس مراكز ثقافية في كل محافظات المملكة للتسهيل على رب الأسرة في الاستثمارات في الاستشارات التربوية والثقافية والوطنية والمتابعة، كما لها دور في تحفيز الطفل على إقامة أعمال ومشاركات وطنية. مجتمع آمن، الأمن هو نعمة من رب العالمين، فلا بد من المحافظة عليها لأنها جزء من حياتنا اليومية، فمن لا أمن له لا حياة له. ودور الأمن في خدمة المجتمع هو تجسيد لروح التلاحم وتقدير وطني لجهود رجال الأمن في تعزيز مبادئ الشراكة المجتمعية وصور التلاحم والتآلف بين أبناء الوطن الواحد، وهو تعبير عن روح المواطنة الحق التي تقوم على أساس التعاون والتواصل والتكاتف لما فيه خير الوطن وأهله. وفي كل عام تحتفل مملكة البحرين بيوم الشراكة المجتمعية، ويصادف في 18 مارس، حيث يسهم في تعزيز جسور التواصل بين رجال الأمن والمواطن والمقيم، حفاظا على أمن الوطن وحماية المجتمع. كما أنا أشيد بإدارة شرطة خدمة المجتمع ومنتسبيها الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل التواصل والتعاون مع المجتمع البحريني. إن أهم الإنجازات التي حققتها إدارة خدمة المجتمع في الأوان الأخيرة البرنامج التدريبي حول مهام وإجراءات شرطة خدمة المجتمع، الذي استهدف تعريف وتدريب جميع أفراد شرطة خدمة المجتمع بمهاراتهم الأساسية، حيث تم إلحاقهم ببرنامج تدريبي مكثف يسهم في رفع قدراتهم العلمية والعملية ليمكنهم من أداء عملهم على أكمل وجه. وتم تدريب 300 موظف على دورات في فن التعامل واستراتيجيته. العمل الناجح من مختلف الإدارات من داخل الوزارة وخارجها، متمثلة في إدارة المرور وإدارة الشؤون الصحية والأمانة العامة لمجلس النواب، ولضمان أعلى درجات الطمأنينة والثقة للخدمات المقدمة من إدارة شرطة خدمة المجتمع وجودتها، مشاركة المواطن في التعامل مع شرطة خدمة المجتمع، وذلك من خلال ورش العمل ومشتركة مع الجمعيات الاجتماعية ودراسة احتياجاته ومواجهة الظواهر الدخيلة على الشعب البحريني والمشاكل الاجتماعية، والاستعانة بخبراء من الداخل والخارج لتدريب البحرينيين على فن الشراكة المجتمعية من خلال تقديم أنشطة ثقافية. مشاركة وزارة الداخلية في تنفيذ برنامج ومشروعات اجتماعية تخدم المجتمع البحريني، إسهام منظمات المجتمع المدني في المشاركة مع خدمة المجتمع، وذلك من خلال إسهاماتهم بالكوادر المثقفة والدورات. إن المشاركة المجتمعية ضرورية، وهي ليست شعارا تربويا ولا شعارا مجتمعيا، إنما شعار يجب أن يتحول إلى واقع. ونحن في البحرين على سبيل المثال رأينا المشاركة المجتمعية ضرورية قصوى في هذه المرحلة، لأنه لا يمكن تحقيق الشراكة المجتمعية للجميع في ظل التحديات التي تواجهها منطقتنا إلا بمشاركة مجتمعية حقيقية، مشاركة لا تكتفي بتمثيل فقط في المساهمة بالموارد، ولكنها تتعدى ذلك إلى صياغة الفكر وتشكيل الثقافة، وتوافر آليات لتنظيم تطوع أولياء الأمور وغيرهم من المواطنين لدعم الشراكة المجتمعية التي تقوم على أساس التلاحم والتعاون ووحدة الصف وبناء الأسرة الواحدة.
التي دعا إليها جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة حفظه الله رعاه في كل خطاباته، وتبني وزارة الداخلية استراتيجيات وإجراءات تشجع التواصل بين جميع أطياف الشعب لما له من فخر واعتزاز على المستوى المحلي والدولي، ودليلا على أن القيادة تدعم المشاركة التنموية والوطنية في شتى المجالات والمجتمع المدني. والمجتمع المدني يستطيع أن يخلق مناخا للتعاون والمشاركة بفعالية مع المتغيرات في السياق المحلي والمجتمع. وفي الختام، يكتسب المجتمع المدني قوته في المجالس البحرينية والجمعيات الاجتماعية والمراكز الثقافية والشخصيات الوطنية التي لها دور فعال في توصيل الاقتراحات البناءة للقيادة الحكيمة، وتساهم في تعزيز اللحمة الوطنية بين الشعب وقيادته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد المحسن حبيب المقدار. شكرا للأستاذ عبد المحسن حبيب المغداد على هذه الكلمة المعبرة والشاملة. المحور الثالث يتحدث عن دور المجالس في تعزيز الحوار بين مكونات الشعب البحريني. يتحدث في هذا الجانب الأستاذ علي الفردان، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله. السلام عليكم أيها الأحبة، رحمة الله وبركاته. راعي الحفل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني حفظه الله ورعاه، رئيس الجمعية الأستاذ عبد الرحمن الباكر، السادة الحضور، النواب، أصحاب السعادة النواب، أحبتي أهل البحرين، أسعد الله مساءكم. بداية أتحدث عن دور المجالس في تعزيز الحوار بين مكونات الشعب البحريني. بداية أود أن أنوه لكم أيها السادة عن حقيقة تاريخ وزمان تأسيس فكرة المجالس الأهلية في أرض البحرين، حيث تأسست المجالس الأهلية منذ زمن حضارة دلمون، وتأصلت في عادات وتقاليد شعبها، إذ أصبحت نبراسا وناموسا أخلاقي وموروث شعبي يشارك في صناعة القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. واستدلالاتنا على ذلك وصول صدى حضارة دلمون إلى كافة الحضارات منذ عهد وجودها، وكذلك احتضان شعب البحرين أنذاك باسم أوال للدعوة الإسلامية دون حروب أو تصادم. فالمجالس الأهلية مشروع للحوار والتعايش، والحوار هو صيغة تعايش البشر مع بعضهم البعض، وهو العامل المشترك لفئتين متناقضتين في محيط واحد تعيشان جنبا إلى جنب دون أن تعتدي إحداهما على الآخر. فأسس الحوار قائمة على التعايش، وللحوار أسس ومبادئ، أهمها الإرادة الحرة المشتركة. يجب أن يكون عندنا إرادة حرة مشتركة، بحيث تكون الرغبة في الحوار نابعة من الذات ذاته، وليست مفروضة تحت ضغوط أيا كانت مصدرها، أو مرهونة بشروط مهما تكن مسبباته. 2، التفاهم حول الأهداف والغايات، حتى لا يكون الحوار فارغا من أي مدلول عملي أو لا يحقق الفائدة للطرفين أو لجميع الأطراف، بحيث يكون القصد
الرئيسي من الحوار هو خدمة التعايش والأهداف الوطنية السامية وتحقيق المصلحة العامة وردع العدوان والظلم والاضطهاد الذي يحلق بالأفراد والجماعات، حتى أي دعوة من مثل هذه الدعاوى المتهاتفة المردودة والباطلة. ثلاثة، التعاون على العمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها ووفقا للخطط التنفيذية التي يصيغها الطرفان الراغبان في الحوار والمصممان عليه وعلى إقامته. أربعة، صيانة هذا الحوار بسياج من الاحترام المتبادل ومن الثقة المتبادلة أيضا، حتى لا ينحرف الحوار عن الخط المرسوم إليه لأي سبب من الأسباب، وحتى لا تغلب مصلحة طرف على مصلحة الطرف الثاني، وذلك بأن يتم الاحتكام دائما إلى قواسم التعايش المشترك وإلى القدر المشترك من القيم والمثل والمبادئ التي لا خلاف عليها ولا نزاع حولها. ويعزز هذا النزوع الالتزام من الجانبين بما اجتمعت عليه إرادة مكونات المجتمع من مبادئ قانونية. الله أكبر. من هذه الأسس الأربعة كان لا بد لهذا المشروع الوطني، أي المجالس الأهلية البحرينية، أن يخرج إلى حيز الظهور ومن نسيج المجتمع البحريني، والذي ترى جمعية التجمع الوطني الدستوري ضرورة تفعيله بالشكل الذي يساعد على تعزيز ثقافة الحوار والتعايش وقبول الآخر وما تنطوي عليه من قيم المساواة والعدالة بين أبناء الوطن الواحد. ولا تتحقق الإنجازات الحوار للتعايش بين مكونات الشعب إلا من خلال إيمان صادق، إيمان صادق وحقيقي من جانب كافة فئات وطوائف المجتمع التي هي المعنية الأولى بتفعيل هذا المشروع الوطني. ولقد كشفت الأحداث التي مرت على البلاد مؤخرا عن أمور لم يتوقعها أي إنسان عاش على أرض الوطن، وقد وضحت حقائق كثيرة وبانت أماكن الخلل، وتعرف الجميع على المداخل التي استغلها ضعفاء النفوس من المتآمرين على الوطن وشعبه. وبسبب توافق وجهات النظر ومساعي ذوي الحكمة والرأي السديد، استطاع المجتمع البحريني تعزيز إعادة دور تفعيل الحوار بين مكونات الشعب تجاه مصلحة الوطن وبمشاركة المسؤولين في هذا الوطن العزيز. فكان مشاركة الناس في وضع الأفكار والمقترحات والبرامج التي تخدم النفع العام نابعة من عمق الحوار الأهلي والمجالس الأهلية، سواء كانت على مستوى القيادة أو الشعب. فدور المجالس في تعزيز الحوار الاجتماعي والوطني بين مكونات المجتمع يجب أن يفعل كمشروع إنساني ووطني يبدأ تطويره في القرى والمدن، هذا إذا آمنا بأن المجتمع البحريني نسيج واحد، وكذلك انطلاقا من التكليف الشرعي والواجب الوطني، وحرصا منا على تنفيذ التوجيهات والدعوات السامية التي يطلقها قادة للوطن حفظهم الله ورعاهم، والتي تصب معانيها في تفعيل ثقافة التآخي والتآلف والمحبة والاحترام. ولكي يؤتي هذا المشروع ثماره المباركة وفي كل حين على شعب البحرين الوفي، أقترح أن يكون هناك خطوات استباقية وأهداف تتوافق مع تلك الخطوات. ومن أهم تلك الخطوات تبادل الزيارات بين مكونات المجتمع من خلال استغلال المناسبات الدينية والمجتمعية والوطنية، وهذا ما يعزز الروابط الاجتماعية بين مكونات المجتمع ومما يجعل الدولة قوية وصلبة
لا يستطيع أحدا أن يزعزع أمنها واستقرارها. وهذا يتحقق من خلال الاستفادة من ثقافة المجتمع وحضارة الموروث الاجتماعي الذي تربى عليه أهل البحرين عبر العصور، وتأسى به آل خليفة الكرام حاكما بعد حاكم. وبهذا النهج أيها السادة، النهج الاجتماعي، تتحقق روابط الثقة وتسود المحبة بين أفراد المجتمع الواحد، وتعود العلاقات الودية التي يتمتع ويتميز بها أهل البحرين منذ القدم. كما أسلفت أن أصل المجالس من حضارة دلمون. ومن الأهداف التي يجب أن ينتجها المجالس الأهلية في مملكة البحرين لكي يحقق الحوار ثماره بين مكونات المجتمع، يجب أولا القضاء على الطائفة في المجتمع البحريني بشكل تدريجي وجذري. اثنين، الاحتواء وحماية أبناء المجتمع البحريني من ظاهرة الشحن الطائفي والتسييس ضد بعضهم البعض. ثلاثة، وضع آلية وخطة استراتيجية لتأهيل جميع أفراد المجتمع لحماية وخدمة مرافق المجتمع في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة. أربعة، تجنيد أبناء المجتمع من الجنسين للمشاركة في حماية الوطن ومكتسباته من خلال السعي لتوفير وظائف لهم. لا نتركهم في عيشون حالة الفراغ، خاصة الشباب المراهق. خمسة، القضاء أو التقليص أو التخفيف من هيمنة وسيطرة أصحاب الحزبيات الضيقة والقاصرة والمؤثرة على عقول شبابنا الواعد. وستظهر العديد من الفوائد حينما يتم إنجاز هذا المشروع وتبنيه من قبل أعلى هرم في هذا البلاد، وهو سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله ورعاه. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أشكر جمعية التجمع الوطني الدستوري وكل العاملين عليها على هذا الملتقى وهذا التجمع، وأسأل الله أن يحفظ وطننا، سائلين الله العلي القدير أن يحفظنا ويحفظ الحاضرين ويحفظ الوطن ومكتسباته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للأستاذ علي الفردان على هذه الكلمة الوافية الكافية. ننتقل الآن إلى المحور الرابع، وهو دور المجالس في تعزيز الثوابت الوطنية. ويلقي الضوء على هذا المحور الأستاذ ربيع هشام، فليتفضل. معالي راعي الملتقى السيد خليفة بن أحمد الظهراني، رئيس مجلس إدارة جود السيد عبد الرحمن الباكر، الأخوة الأعضاء وأصحاب المجالس الأهلية، الحضور الكريم بمقاماتكم الرفيعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا نتفق جميعا على أن مجالسنا هي أساسنا المتين الذي يحفظ روابطنا الاجتماعية وموروثاتنا من القيم البحرينية الأصيلة. وإنني أدعو اليوم من خلال هذا الملتقى إخوتي أصحاب المجالس على أن نتفق على رؤية موحدة لتكوين برامجنا وأنشطتنا والندوات والمحاضرات. المجالس تساهم بصورة كبيرة ومباشرة في تعزيز ثوابتنا الوطنية وحماية النسيج الاجتماعي لمجتمعنا وتعزيز الصلات الأخوية والطيبة بين كافة الأطياف المجتمع. ونعلنها معا من هنا من هذا الملتقى بأن مجالس الأهلية هي كانت ولا زالت وستظل جسرا لتعزيز الثوابت الوطنية في مملكتنا الحبيبة. وأوصي من هذا المقام بأن يوضع من ضمن توصيات الملتقى التزام أصحاب المجالس بهذا النهج، ومن خلال برامجهم المختلفة ونحن في جمعية التلاحم الوطني سنكون أول من يساند هذا المحور بعون الله، والله ولي التوفيق. ربيع هشام على هذه الكلمة. أخيرا وليس آخرا، المحور الخامس
دور المجالس النسائية في التنمية الوطنية، ويلقي الضوء الأستاذة سهى القوزي، فلتتفضل. الأستاذ عبد الرحمن الباكر وجمعية جود والمنظمين على دعوتهم لي، ونشكر الأستاذ معالي السيد خليفة الظهراني لتشريفه لنا اليوم ورعايته لهذا الحفل. كلمتي بتكون عن دور المجالس النسائية في التنمية الوطنية. أي تنمية وطنية تكون شاملة ومستدامة، كل المجتمعات المعاصرة تحاول وتسعى أنها يكون عندها تنمية وطنية شاملة ومستدامة، لذلك لأنها هي ممثل لرقي وتقدم هذه المجتمعات، لذلك هي ترعى وتحشد الموارد البشرية عندها سواء كانت بدون تمييز نسائية أو رجالية. والاهتمام بالمرأة أصبح من ضمن الاستراتيجيات المهمة في أي تنمية وطنية شاملة ومستدامة. لذلك في البحرين تم إنشاء المجلس الأعلى للمرأة في عام 2001، والخطة أو الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة لعام 2005 هي أكبر دليل على إنجاز البحرين في تنمية، أو خلينا نقول سعي لضم حاجات المرأة في التنمية، في خطط التنمية، وتعزيز دور المرأة في التنمية في كل المجالات، سواء كانت هي المجالات الاقتصاد أو السياسة أو الاجتماعية. ومن هنا إيه دور المجالس النسائية. المجالس النسائية دورها إن هي توعية، تزيد الوعي عند النساء، الوعي الاقتصادي، الوعي الاجتماعي، الوعي السياسي. غير كذي دور المجالس النسائية كذلك تعريف النساء اللي عندهم خبرات، عندهم مواهب، نتعلم منهم، نتعلم من خبراتهم، نتعلم من قصص نجاحهم، ويكونون لنا قدوة في الكفاح. المجالس النسائية كذلك المفروض تكون لاكتشاف الطاقات الشبابية النسائية الجديدة وتحفيزها في التنمية الوطنية وتحفيزها في بناء بلدها ووطنها. من أحد المحاضرات في مجلسي أفتخر فيها جدا فتاة كانت لا تتجاوز 25 سنة، دعيناها تلقي محاضرة، هي مخترعة بحرينية، مشروعها فاز في عدة محافل دولية بالمركز الأول مع أنه كان مشروع تخرج من جامعة البحرين، وما شاء الله عليها في آخر محاضرة حضرت عندي في المجلس تبشرني أنها صنعت جهاز ثاني طبي، وكذلك فاز بالجائزة الأولى دولياً أعتقد في سويسرا أو شيء. هذه شبابنا في البحرين. البنت هذه وبكل فخر تقول أنا جاتني عروض عالمية لأن أنا أبيع اختراعي الأول، ما أتكلم الثاني. جاتها عروض مغرية قالت لكن أنا بحرينية وأبي الاختراع اللي اخترعته أبي يطلع من البحرين وباسم البحرين، ما ببيع هذا الاختراع غيرها، لو في مكان أحد ثاني ممكن يسوي شيء ثاني، لكن هذه الوطنية وهذا الانتماء هذه اللي احنا نبيه، وهذه هو اللي موجود أصلا. البنت هذه من وين لها هالوطنية وحب الوطن؟ من وين لها حب الإصرار؟ من وين لها ذي كله؟ من الأسرة، من الأم.
أمها معروفة اجتماعيا، عندها نشاطات اجتماعية كثيرة في البحرين. هني يأتي أهمية دور وأهمية المجالس النسائية، لأن هي هذه المجالس النسائية هي اللي تعزز وتثقف المرأة بدورها في المجتمع، تثقف المرأة بحقوقها، تثقف المرأة بواجباتها اللي كفلها لها الميثاق والدستور. احنا عندنا متطلعات في المجالس النسائية، نبيها تكون ملتقى نسوي يعزز من ثقافة المرأة ويزيد من وعيها الثقافي الاجتماعي السياسي الاقتصادي. نبي يكون عندها القدرة أنها تواجه هذه التحديات الاجتماعية والاقتصادية من المنزل في الحياة العملية أو في الحياة الاجتماعية. نثقف المرأة أن هي تختار المرشحين من النواب والبلديين ذو الكفاءة والخبرات، مو بالإيسية وخياش ليش. نبي يكون المجالس النسائية لها صوت مسموع ومؤثر في السياسات العامة السياسية الاقتصادية أو الاجتماعية. رسالة أخيرة أوجهها إلى جميع المجالس النسائية والرجالية. المجالس الأهلية والشعبية نبيها تكون صوت المواطن، تمثل صوت المواطن، هذه واحدة. شيء ثاني، تكون ركيزة لصنع القرار وصياغة السياسات العامة للدولة بالاشتراك والشراكة مع المجالس التشريعية لتمرير أي قانون أو مقترح. نبي نفتت مصطلح عدم الثقة بين المواطن والسلطة التشريعية. وأهم حركة ممكن احنا نتحركها كمجالس ان احنا نرص صف الشعب الواحد حول قيادته من منطلق الانتماء والوطنية. أتمنى للجميع التوفيق وشكرا. شكرا جزيلا للأستاذة سهى الغوزي على هذه الكلمة. نستعرض معكم ملخص لأهم التوصيات التي وردت من خلال نقاشاتكم ومقترحاتكم. أولا، التأكيد على الدور الرائد للمجالس الأهلية في تعزيز التلاحم الوطني لتجسيد الروح الوطنية. ضرورة الاهتمام بالتنسيق المشترك بين المجالس الأهلية والتواصل والتعاون فيما بينها لتعزيز أدوارها في التنمية الاجتماعية وتعزيز الصلاة وتعزيز الحوار بين مكونات المجتمع. مشاركة المجالس بالبرامج والأنشطة العامة. الاهتمام بتعزيز دور المجالس بالتوعية العامة والنهضة الاجتماعية والاهتمام بدعم التعليم وتوظيف المراكز بتثقيف الأجيال الجديدة. ضرورة اهتمام المجالس بالتعاون مع المؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني لخدمة الشراكة المجتمعية. ضرورة تعزيز دور المجالس في الأمن المجتمعي. الاهتمام بتعزيز دور المجالس بدعم الحوار بين مكونات المجتمع وخدمة التعايش المشترك. الاهتمام بتبادل الزيارات بين مكونات المجتمع. الاهتمام بزيارة التوعية الاجتماعية والثقافية والسياسية للنساء من خلال المجالس النسائية. الاهتمام بتشجيع اكتشاف الطاقات الشبابية الواعدة وتشجيعها من خلال المجالس النسائية. الاهتمام بتفعيل دور المجالس الأهلية في التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية داخل الأسرة والحياة العامة. الدعوة إلى ميثاق شرف لكافة المجالس الأهلية.
وختاما نشكر لمن حضروا وشارك في هذا الملتقى، ونتمنى أن نتواصل معاكم في برامج وأنشطة جديدة إن شاء الله. مشكورين وما قصرتوا، ويعطيكم ألف ألف عافية. كل الشكر والتقدير أستاذة مريم يوسف المنسق العام للملتقى أو لملتقى المجالس الأهلية. شكرا لكم أيها الحضور الكريم، وشكرا لكل من ساهم معنا في هذا الملتقى، وأخص بالشكر رئيس اللجنة المنظمة الأستاذ خالد الكلبان، وجميع الأخوة والأخوات العاملين في اللجنة التنظيمية. شكرا لأصحاب المجالس، شكرا للسادة النواب والوجهاء الذين شاركونا في هذا الملتقى الأول، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله في فعاليات قادمة. فتفضلوا وشكرا جزيلا.